سبع سنين شعره كيرلي وابيض النعولة. شو زي كل ام لما اولادي بالصاله وقاعدين سوا مني كان يطلب مني انه ياكل حاجات ابوها شراء قبل ما يطلع الدوام مولته. اخر اللحظات هي لما جيت اطلع اخذت اغراضي يعني من البيت وبدي اطلع واجى يجري علي طبعا قبل زي كل مره رافع ايدي بده يحضني طلع فيه ابتسم عادي وانا قاعده بينهم فجاه كل شيء اسود كل شيء رماد انا ما عدت اسمع مش قادره اقوم سمعت صوت ابني الكبير مسكت حضنته صرنا ندور على اخواته لقيت ايد بنتي طالعه من تحت السجاد صرنا ندور بالغرف ما في في شغله مسكتني من ايدي قالت لي يوسف هنا الشباب قلت لهم يوسف هنا طلعوا قلت لهم يوسف هون شالوا لقيناه تحت شفت وجهه انا وشعر الكيرلي شفتي طب وديني وديني لا لا ما يوسف